أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصية وموقف. شخصية النهاردة حامي سر التجسد. الموقف قد يكون مر على كثيرين وهم بيسمعوا قصة يوسف النجار والسيدة العذراء والتجسد، ولكن الموقف خطير وقوي ويحتاج منا كل تدقيق، لأنه موقف إنساني رائع وشهم ونبيل جدا. في بداية حلقتنا بنرحب بسيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا مرتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات بالمجمع المقدس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بنرحب بك يا سيدنا. أهلا بك أستاذ جورج، أهلا وسهلا. سيدنا، من كلمات الروح القدس عن يوسف النجار لم تكن كثيرة، ولكن هناك موقف يستدعي الانتباه كثيرا جدا. نطلع فاصل نقرأ جزء من إنجيل معلمنا متى البشير عن يوسف النجار، ونرجع تاني نكمل حوارنا مع نيافتك. أحبائنا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى. أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، وجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور، إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. أحبائنا، ورجعنا لكم تاني ونبتدي حوارنا مع سيدنا نيافة الحبر الجليل أنبا مرتيروس عن يوسف النجار. بنرحب بك مرة أخرى يا سيدنا. أهلا بك سيد جورج. يوسف النجار لم تتضح ملامح كثيرة عنه في الكتاب المقدس، آيات بسيطة وصفت هذا الرجل العظيم. ولكن قبل ما نتكلم عن عظمة والنبل وشهامة هذا الرجل حامي سر التجسد، نحب نعرف في حديث مقتدر من هو يوسف النجار. يوسف النجار معنى اسمه الرب يزيد، وكان عمله في النجارة. كان من أصل ملوكي من بيت داوود كما مريم أيضا، وبالتالي كان من سبط يهوذا، ومريم أيضا عذراء مريم كانت من سبط يهوذا. هو كان كبير السن في وقت ما خطب الست العذراء مريم، بحسب كل التواريخ والمؤرخين قالوا يعني بيقرب على 90 عام. ولكن كيف ذهب إلى مصر وسافر؟ لابد أن نعلم أن قوة إلهية كانت مع العائلة المقدسة، حتى أن الفنان القبطي عندما يرسم العائلة المقدسة والسيدة العذراء مريم تركب الحمار تحمل ابنها الطفل يسوع، فإن وضع الأتان راسه جاية في الأرض، لأن مش هو اللي ماشي بالعائلة المقدسة، ولكن العناية الإلهية هي اللي ماشية بالعائلة المقدسة. وحين يرسموها بأن ملاك قدامهم أو ضي نور جاي من أمامهم، ده شيء. وممكن يكون صحته كويسة، لأن هو المؤرخين برضو بيقولوا أن هو يعني تنيح أو مات سنة 18 على الأقل، أو بالأكثر، متأسف بالأكثر يعني سنة 18 ميلادية، يعني وإن سن السيد المسيح 18 سنة. لم يذكر عنه شيء، لأن هو كان مع السيد المسيح في الهيكل، والسيد المسيح كان عنده 12 سنة وراحوا الهيكل ورجعوا،
برضو لربما أن صحة يوسف النجار كانت قوية ومساعداه وهو كبير السن. هو خطب السيدة العذراء مريم، لربما أن هو كان يعتبر شبه ولي للعائلة ديت، لأنه هو كان من بيت داوود والعذراء مريم من بيت داوود. ولكن هو طبعا القصة التقليدية اللي هي بتقول إن رئيس الكهنة حب إن هو يسرف السيدة العذراء مريم وتتزوج واحد أو تكون في عصمة واحد بالخطوبة أولا، والخطوبة كانت لا تعد زواج أبدا، ده زي ورقة كتب كده، وممكن تكون في معية الخطيب، ولكن الزواج الفعلي بيبقى خطوة تانية. فرئيس الكهنة جاب عصيان من يريد أن يأخذوا مريم في عصمتهم، فكانت من ضمنهم عصا يوسف النجار. فبعد الصلاة جاءت حمامة وقفت على هذه العصا، وأيضا أزهرت وأفرخت بعض الفروع النباتية، بما يدل على أنه المختار ليكون خطيبا للسيدة العذراء مريم، وقد كان. هو كان ساكن في الناصرة، ولذلك هي ذهبت مع الناصرة. ولكن جه في وقت ما أن السيدة العذراء مريم حملت بالروح القدس بالطفل يسوع، كان صدر أمر من أغسطس قيصر أن يكتتب اليهود، يعني يكتبوا أساميهم ويسجلوها في السجلات الحكومية. وكان الإمبراطور بيراضي اليهود لأنهم كانوا بيتبسطوا لما يسجلوا أساميهم، لأن الجماعة اليهود كانوا بيهتموا بالأنساب أنساب بتاعتهم. فلما الدولة تهتم بكده ويكتبوا أنسابهم وفروعها، فكان ده شيء مفرح ليهم. ففعلا يوسف النجار أول ما سمع بهذا الاكتتاب راح يكتتب إما في مكان ميلاده أو إما في مكان عشيرته، فهو من بيت داوود يبقى في بيت لحم، عشان كده خد العذراء مريم من الناصرة إلى بيت لحم يكتتب أو يسجل اسمه واسم السيدة العذراء مريم. كل ده وهو كان خطيب للسيدة العذراء مريم. طبعا الملاك ظهر له وقال له إن اللي حبل بيها هو من الروح القدس. لما اتولد رب المجد السيد المسيح، برضو الملاك ظهر له وقال له اذهب إلى أرض مصر لأن هيرودس يريد أن يقتل الصبي. سيدنا، موقف يوسف النجار لما علم إن السيدة العذراء حامل في السيد المسيح كفكر بشري لم يكن يعلم، ولم يكن ظهر للملاك وقال له إن هي حبل بها من روح القدس. فكفكر بشري هو واقف أمام إنسانة خاطئة حملت بدون زواج، وهو كخطيب هذه تعد إهانة شخصية لي، وأيضا طعنة في الشرف، لأن هي تعتبر ملزمة منه بعقد الخطوبة. ولكن الكتاب يذكر عن يوسف جملة رائعة جدا. الكتاب يقول: وإذ لم يرد أن يشهرها أراد تخليتها سرا. يوسف النجار على الرغم من إن هي جريمة شرف، وعلى الرغم إن هو شيء قد يكون أبشع ما يمكن أن يحدث بين في علاقة خطيبين، إلا إنه كان من النبل والشهامة إنه لم يرد أن يفضحها أو يشهرها أو يطلع عليها سمعة، رغم إن كان حقه، لأن هي تعتبر على عصمته كخطيبة. صحيح. فأراد يعني تخليتها سرا، أراد أن يبعدها سرا حتى الناس ما يعرفوش، لئلا يعني يعرف. يرجموها أو يقتلوها كامرأة خاطئة. وهنا ظهر الملاك ليوسف النجار وقال له: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. يا سيدنا، احنا في عصر وفي وقت، لو واحد سمع كلمة حتى بالزور، يعني حتى من شهود زور أو من ناس غيورين أو ناس حاقدين، ممكن تحصل كارثة، تحصل مشكلة بين زوجين، فسخ خطوبة، قد يكون فضايح. ولكن عظمة هذا الرجل في أخلاقياته النبيلة والشهمة. بتشوف يا سيدنا إزاي يوسف تعامل مع هذا الموقف، والخبر ده إزاي كصاعقة نزلت على رأسه،
تقبله وقدر بمنتهى المحبة والشجاعة والنبل والملء من الروح القدس إنه يقدر يتعامل مع هذا الموقف. هو الحقيقة اتعمل بقداسة، قداسة. علشان كده جميع الكنائس على مستوى العالم بتعتبره قديس، اتعمل بقداسة. طب ده احنا دلوقتي ممكن من غير سبب ولا حاجة، ممكن الخطيب أو الخطيبة يشهروا اللي قدامك من غير سبب يعني، بيشهروا. يبقى إذن ما حال هذا الأب يوسف النجار من ان هو بيستر على السيدة العذراء مريم في حال برضو عدم معرفته بموضوع البشارة، علشان كده هو معذور، ده ربنا عذره، عشان كده بعت له الملاك قال له لا تخف يا يوسف، لان امرأتك قد حبل به فيها من الروح القدس. فهو عرف الحل يعني، استريح قوي لما شاف رؤية الملاك وإبلاغ الملاك ليه بسر حمل السيدة العذراء مريم. إنما في البداية هو معذور كون إن هو يشك فيها، لأن دي عذراء صغيرة وهو كبير السن، وده أكبر دليل على إنه كان كبير السن. فإذا من أين أتى هذا الحمل؟ طبعا حكاية إشهار مثل هذه العذراء في وسط المجتمع اليهودي على طول بيحكموا عليها حكم مباشر بالرجم، حتى إن السيدة اللي أمسكت في ذات الفعل وجماع اليهود جابوها للسيد المسيح كانوا جايبينها وماسكين سكتوب الحجارة في عشان إيديهم يجنوه. علشان يسمعوا يعني المشورة من السيد المسيح بحسب الناموس ترجم. ولكن السيد المسيح يعني وطع عند رجليهم وكتب خطايا كل واحد، وقال لهم من منكم بلا خطية خطية فليرجمها أولا تمام بحجر، بحجر. لأن أول ضربة حجر ديت كانت القاضية يعني، يعني كان بيبقى معاهم ماسكين الحجارة في إيديهم. فهو لم يرد أن يشهرها خوفا عليها. برضو لما إحنا نشوف حاجة غلط بعنينا لازم ننتظر شوية ونتحقق. هو في سر في حكاية وكيل الظلم، السيد المسيح قاله علشان احنا نفهمه بعدين، قال ان السيد حكم على وكيل الظلم ان هو يترك الوكالة. ليه؟ لانه وشي به وسمع انه يبذر امواله، لكن هو شافه بعينه؟ لا لا. فمهم أوي إن إحنا ننتظر لما نشوف حاجة غلط، ننتظر لحين لما ربنا يرشدنا يقول لنا أيوة الموضوع ده صح أو غلط، لأن إحنا ممكن نكتشف إن هو بريء الإنسان ده. وفعلا كما السيدة العذراء مريم، الملاك ظهر ليوسف وقال له لا تخف أن تأخذ امرأتك. طبعا كلمة امرأتك في العرف اليهودي بتنطبق على مخطوبة برضه، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. فإنما هو فالنبل اللي فيه والقداسة اللي فيه ما أردش إن هو يشيرها، أولا ما استعجلش، ثانيا من الواضح إن هو طلب مشورة ربنا، لأن هو برضه مختار ليكون خطيبا للسيدة العذراء من البداية، ربنا اختاره بعلامة وقوف الحمامة الحسنة على عصاته وأنها أفرخت كمان. فإذا هو رجل بتاع ربنا. ثانيا كان محافظ على العوائد اليهودية والتقاليد والأعياد، يعني الأعياد في أورشليم كان لازم يحضرها. فأخذ مريم والسيد المسيح وسنه 12 سنة علشان يطلعوا الهيكل. طب ما هو راح قدم مع الست العذراء مريم التقدمة، أو التقدمة البسيطة، فرح زوجي في زوجي الحمام. يمام أو فرخي حمام، ليه في الهيكل قدام سمعان؟ يعني كان مواظب على الحياة التقوية والحياة التعبدية. وقت ما هو ساكن في الناصرة
وأمن الناصرة يمكن أن يخرج يخرج شيئا شيئا صالح. صالحا؟ إنما رغم إنه ساكن هناك لكن محافظ على العوايد، ودليل ده دليل قداسته التاني كمان، ده دليل قداسته. طبعا الأتقياء دولت يعني صعب يغلطوا، وقبل ما ياخدوا قرار خاطئ ربنا يلحقهم يرشدهم يعني. علشان كده احنا نتعلم دايما دايما نكلم ربنا في أمور حياتنا، يعني يا ترى يا رب هل الأمر ده غلط؟ طب هل أنا لو خدت قرار زي كده أو قرار معين ده هيكون للصالح ولا هظلم بيه حد؟ فربنا يرشد وإيه وإلهامات الروح القدس في داخلنا تقول لنا الصح فين، وده شيء مهم جدا. طب إنما بقى اللي بيظلم غيره من غير سبب، يعني في ممكن واحد يشهر باللي قدامه من غير ما يكون في من مشكلة غير أصلا. ما يكونش فيه سبب، بيبقى صعب قوي ده. يعني ده مش حكاية إن هو شاكك، ده حكاية إن هو من غير سبب، ده شيء صعب قوي. أكيد طبعا. فدي ده امر مهم قوي نتعلمه في حياتنا، ان احنا نسمح لربنا نقول له تعالى يا رب خليك معايا، شور عليا انا اعمل ايه في الموقف ده. وعلى فكرة ورغم ان بنلاقي بعض الحالات وقوع الزوج او الزوجة او حد يعني في الاسرة في خطأ فادح، لكن اللي فوقيه بيسامح. يعني أنا قابلت مشاكل تلاقي مثلا الزوجة عندها حق تماما، وأنا أبارك هذا الحق لأن فيه حاجة واضحة وصريحة والتاني بيعترف، إنما تقول لي سيدنا لا أنا برضو بحبه حب صادق وعاوزاه برضو، يعني أنا أطلبه إن وحسامحه وحغفر له وكأن شيئا لم يكن. دول برضو ناس قديسين. تفتكر ربنا هينسى موقف زوجة زي أكيد كده؟ لا طبعا سيبه، أو الزوج برضو يلاقي العكس كده، ربنا هينسى موقفه أكيد لا طبعا. الطيب مع الطرف الثاني إطلاقا؟ وربنا في ذات الوقت بقى بيبتدي يشتغل للأصلح، وياما في أطراف تابت على يد الرفيق، يعني الرفيق سامح وغفر، تلاقي الطرف الثاني عارف طريقه للتوبة من أجل خاطر مسامحة وغفران أخيه ليه. سيدنا الكنيسة في الزواج بتقول وصية للزوج وصية للزوجة، ولكن كل المواقف الجميلة اللي نيافتك ذكرتها وتحدثنا كثيرا عن يوسف النجار من خلال شرح نيافتك لشخصية يوسف وللحدث إجمالا كان خلال فترة الخطوبة. الخطيبين النهاردة وهم داخلين على الخطوبة، هو احنا الوصية بتتقال في الزواج، ولكن هم داخلين على الخطوبة هم داخلين فاكرين ان هي فترة تعارف، نشوف هننبسط مع بعض ولا لا، مناسبين لبعض ولا لا، اهو شوية كده نفعنا نكمل ما نفعناش يبقى كل واحد يروح لحاله، والناس بتتعامل مع هذا الموقف اهو نجرب يمكن تطلع كويسة، يمكن الواد يطلع كويس، يمكن الموضوع يتم. لا يكن في ذهن احد من الطرفين واجبات او مسؤوليات او فكر مسؤولية تجاه الآخر، في حين إن كل اللي ذكرته نيافتك كان مسؤوليات وواجبات خلال فترة الخطوبة. نيافتك توضح لنا هل يوجد مسؤوليات وواجبات كما في الزواج في الخطوبة أيضا؟ بالتأكيد، لأن البنت اللي أنت خطبتها لازم تحافظ عليه أول حاجة، أول حاجة تحترمها احترام كامل، ما تسرقش منها حاجة. بمعنى يا سيدنا أيوة طبعا، لأن ممكن خطيب يقول لخطيبته إيه، ممكن أبوسك كام بوسة كده. لا، أنت بتسرق حاجة منها مش مش من وقتها، حقك. خدت بالك؟ كمان بنقول للطرفين ما تضروش بعض، لأن لو جربتوا أي علاقة حميمية من أي شكل ممكن الموضوع ما يكملش هتفطر بعد الزواج، وممكن تسيب، ده شيء وحش، وممكن يا سيدنا تسيب راسب طابع نفسي أو ان طابع نفسي، الاخر خاين او أو بيدي. ممكن يكون، أو ممكن مادام هو بيطلب أو هي طلبت كده على غير العادة مش صح.
أحيانا التقاليد الأسرية ممكن تكون مفيدة في الوقت ده، بس حفاظا عليهم، مش حكاية اضطهادهم مثلا، لا ده حفاظا عليهم. وعلى قدسية الزيجة والخطوبة. وهو بصفة عامة، من حيث المبدأ، يعني إن لابد كل طرف يحترم الآخر جدا جدا جدا. كمان حكاية ال يعني ممكن تفترق بسلام، ده يوسف النجار كان هيعمل كده، يفترقوا بسلام. بسلام. هو لم يرد أن يشهرها، أراد تخليتها بل سرا. أراد تخليتها وسرا سرا. كمان، يعني عشان مفيش حد يحس، خلاص بكامل الاحترام لبعضهم. لولا أن ربنا قال له لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع ده من روح القدس تحل عليها قوة العلي مظللها، المولود منها يدعى ابن الله ويسمع عمانوئيل الله معنا، وسيجلس على كرسي داود أبي إلى الأبد. يعني ده المسيا ده المسيح منتظر. اللي انتم منتظرينه كلكم، ده المسيا. يبقى إذا المروءة ما بين الطرفين وفي التعامل ده شيء مهم قوي وقت الخطوبة، واحترام الاثنين لبعضهم وتقديرهم لبعضهم. إذا أراد أن يفترق فليفترق في حدود الأدب والأخلاق العالية، وفي حدود كمان يعني الكتمان. مش معنى ان هم اتفرقوا كل واحد يبرر ان هو كان كويس وهو غيره اللي الطرف وحش، الثاني وحش. ويقعد يتكلم ويجيب السيرة والتليفونات تشتغل والاتصالات تشتغل، ويقعد ده السيد المسيح بيقول كل كلمة يتكلم بها الناس يسألون عنه سوف يعطون عنها حسابا حسابا. يوم الدين. لأن الكلمة دي ممكن تبقى أقوى من السيف. لما خطيبتك تسمع انك انت قلت عليها كده، اللي انت فارقتها او سبتها، لا، في اخلاق مسيحيه. احنا لو ما تمسكناش بالاخلاق المسيحيه والمبادئ الانسانيه، يبقى احنا نحن نغول لا بنون على طول كده. فلازم احنا نلتزم بالاخلاق والمبادئ الانسانيه حتى العاديه، لو مش لازم تضر غيرك. فده مثل طيب جدا يوسف النجار عندما يتعامل بمثل هذا التصرف مع السيدة العذراء مريم. على فكرة هما لم يتزوجا أبدا، مطلقا. ولذلك في الأيقونات المسيحية نلاقي أن أيقونة السيدة العذراء مريم تحمل ابنها عليها 3 نجوم، نجمة على الجبهة ونجمة على الكتف الأيمن ونجمة على الكتف الأيسر، دليل دوام البتولية، أنها بتولة قبل ميلادها للمسيح قبل وبعد ولادة ميلادها المسيح للمسيح وأثناء مات ميلادها تاني للسيد المسيح. المسيح، متبتلة عذراء يعني، حسب ما التسبحة بتقول عيلاقة العذراء الطاهرة الباقية عذراء، الأم الباقية عذراء، الابن تنازل وتجسد منك، أنت هي الزهرة النيرة غير الغير المتغيرة، متغيرة. الأم الباقية عذراء، الابن تنازل وتجسد منك. الزهرة النيرة غير المتغيرة، يعني الزهرة هي الزهرة مش هتتغير تبقى حاجة تانية، يعني أنت بتولة لن تتغيري أبدا. سيدنا احنا اتكلمنا دلوقتي عن يفتك، عن لما يفارقوا بعض بهدوء وسرا، ولكن بعد المفارقة لو حصلت، وطبعا ما نتمناش ان ده يحصل، ده كان بياكل عندنا، كان بيشرب، كان بايت، بيجيبوا السيرة كان بقى رايح، وبتاع، كان جاي. ده ما يصحش. ممكن يكون الخطيب، ودي انا شفت امثله كده، ان اهل الخطيبه مرحبين بيه، تعالى عندنا، بيعزموه، بيتصلوا بيه، هو بيتعامل بحسن نيه ان هو داخل على جواز، وهم اللي بيطلبوا منه كده. بمجرد ما يتم فسخ الخطوبه، ده كان على طول ليل ونهار عندنا، ده كان يجيبوا السيرة، نعم يبتدي. صح. يا سيدنا، ازاي الانسان او الخطيب يتنبه ان يحط حدود لئلا لو حصل فسخ للخطوبة أو عدم إتمام للزيجة، إن هو يخرج بكرامته وبشكل لائق، ما يكونش تعامل بحسن نية زيادة عن اللزوم أو أعطى كثيرا، فبالتالي ده ممكن يسبب له ضرر فيما بعد، سواء للعريس أو للعروس. هو بلا شك لابد يكون التعامل بعدم إفراط، بعدم إفراط. يعني باعتدال، وبحيث ما يظهرش إن هو بخيل مثلا، تمام. أو ما تظهرش الأسرة أيا كان منهم إن هم ما أكرموش الضيف،
ولكن على أي من الأحوال حتى لو حصل كده ما يصحش برضو الكلام في الموضوع ده، يعني ما يصحش مجال يجيبوا السيرة دي سيرة بعض بعد. إن لم يكن بقى بيحبوا ياخدوا الحاجات اللي جابوها لبعض. دي بتحصل فعلا بس سيدة. أنا بتألم جدا لما نلاقي طرف من الأطراف يفكر في مثلا علبة مناديل جابها هدية، أو مثلا مروحة، حاجات بسيطة، أو مثلا معرفش جاكيت أو قميص أو كرافتة. ما يصحش يعني، برضو في عقل وفي أصول. وهل يا سيدنا فكرة اللي يسيب يسيب بمعنى ان احنا اللي الخطيب جالنا ما ارتاحش معانا، زهقناه وهو عايز يفسخ خطوبة، خلاص انت كل حاجتك اللي انت جبتها والشبكة وكله مالكش حاجة طالما انت عايز تسيب. هل اخلاقيات المسيحية والارثوذكسية تسمح ان الخطيبين او اهل الخطيب والخطيبة يتعاملوا بهذا المبدأ؟ لا غلط. غلط. غلط، بس ممكن يسترجعوا حاجة بعض، الحاجة اللي هي المعقولة اللي ترقى إلى إن هي تكون ذات قيمة، زي الشبكة أو زي الشبكة، زي مبالغ مالية، زي مشغولات ذهبية، مفيش مانع. وكمان بالرضا، بالرضا. وكتير ما بيتعرض عليا مشاكل فسخ خطوبة مثلا، أحاول أقول للأطراف يرجعوا حاجاتهم لبعض، ولكن ممكن طرف يقول لا ده هو اللي ساب، وقانون الكنيسة يقول اللي بيسيب ما ياخدش ما ياخدش حاجة. حاجة. فأنا بحاول أقول لهم ده مثلا شاب مكافح، مفيش مانع ياخد حتى علشان نشوف عروسة تانية، والبنت ممكن تلاقي عريس تاني، بس ما يصحش ناخد عرق وشقاه برضه كده. وما يصحش، لأن برضه هو هيضطر يطالب بحقه كده، فهيعمل سمعة برضه مش حلوة. مش حلوة للبنت. يعني احنا دلوقتي مش هدفنا ان احنا ناخد الدهب، هدفنا ان احنا بنبص لمستقبل بنتنا علشان تبتدي من جديد، وبعد مرور وقت كده تكون استريحت فيها نفسيتها. فهو الموضوع عاوز يعني حكمة وتروي وهدوء والتفكير برضو بعقلانية، وإن احنا برضو ما ناخدش حاجة غيرنا. يعني ما يعني أنا مش قابلها صراحة. يعني نفترض إن احنا اتفرقنا، اتفضل حاجة هتقول مثلا ده أنا عملت قاعة بقد كده، مفيش مانع ما دام أنت صرفت معاك الوصل مصروفات نقدمه للعريس، مفيش أي مانع. ما نتبادل الإيه؟ التضحيات يعني. سيدنا بما ان يوسف النجار من اخلاقياته ان هو فترة الخطوبة حافظ على السيدة العذراء وكان معاها قديس، ولكن كان في لحظة من اللحظات ممكن يحصل انه اراد تخليتها، كان ممكن يحصل فسخ خطوبة، فأي علاقة مهددة ان هي ممكن تكمل او ما تكملش. بنلاقي دلوقتي مشكلة كبيرة سيدنا، ودي اهم نقطة عندنا في الحلقة والختامية النهاردة، ان الخطيبين بيبقوا داخلين على الموضوع ومفيش احتمالية لأن هم يفسخوا الخطوبة أو مش حاطين في دماغهم كده، فبالتالي بيدوا مشاعر زيادة عن اللزوم، بيدوا وقت زيادة عن اللزوم، الإفراط. الإفراط اللي نيافتك قلت عليه، وتصرفات غير محببة أيضا بحكم إن بيتقال إحنا خلاص إحنا كده كده لبعض. سيدنا تنصح كل خطيب وخطيبة بكلام قوي وحذر أيوة، عن فترة الخطوبة. أنا بنصح كل خطيب وخطيبة في فترة الخطوبة إن كل واحد يحافظ على الصندوق بتاعه، بمعنى يا سيدنا ما يفتحوش دلوقتي. كل واحد أو كل خطيب وخطيبة عنده صندوق مقفول. إيه هو الصندوق ده؟ صندوق المشاعر والعواطف والحميمية والانجذاب والتلاقي. ده يتفتح امتى؟ في الجواز. في الجواز وعلى الفراش كمان، انما ما نفتحوش دلوقتي. لو حد فتحه دلوقتي، طب لو خلص الصندوق ده، عطيت كل مشاعر ومش لاقي كلام تاني، ولا مش لاقي مشاعر تاني. ولذلك هو في سؤال، هو ليه بعد الجواز يحصل فطور. بيحصل فتور رهيب؟ لأنه هو خرج كل حاجة وبسرعة وبعدم تروي وبإفراط، وخلص المخزون اللي عنده المخزون اللي عنده.
إنما لما الحاجة دي بتبقى باعتدال بتروي يعني شوية شوية نقطة نقطة عشان نحوش للي جاي، يبقى في محبة وتشوق وقبول اللي جاي، إنما مش كل مرة واحدة كده ويحصل كلام رهيب يعني كلام رائع، بس كل ما يملكه الإنسان يقوله في على طول ويفرط فيه وخلاص، وبعد الجواز لا نفسه ما كده يلاقيش إيه حاجة. مش عاوز مش لاقي كلام عنده، والست تقعد تشتكي بقى تقول حتى ما فيش كلمة أنت عاملة إيه ولا إيه ده أخبارك كان في ولا الخطوبة بيقول شعر. أو كان في الخطوبة بقى إيه ده بيقول شعر وأكتر من شعر كمان، وبكل أنواع التفاعل وبكل أنواع وأشكال التعبير برسائل بتكست مسج برسومات بمعرفش كلمات بألغاز بتاع، دلوقتي بيدخل البيت ما فيش مساء الخير. وبعد يتجوز ايه هبط كده ايه الهبط اللي هبطه كده مش عارفين. فانا بقول لربما ان في مخزون وصندوق جوانا ما نفتحوش كده مرة واحدة، لا انت تقول الكلام المعقول تشيل الباقي، والباقي كتير، اصل الباقي مش بالكلمة بس، بالإحساس، بالمشاعر، بالإحساس، بالإبداعات. بالمشاعر، باللمسات، بلغة الجسد الخمسة، مش حكاية موضوع كتير، كنز يعني جوه الإنسان يستخدم ويفتح عند الزواج وبدون إفراط، حتى إن الحياة تفضل دايما حلوة، تفضل دايما معبرة عن مشاعر الجسد الواحد، وأيضا بيظللها روح الله القدوس من خلال سر الزواج المقدس. أحبائنا، سمعنا كلام الروح القدس على فم من يافة الحبر جعيل أما مرتيروس، كلام مهم جدا على الخطوبة، يا ريت نستوعبه، يا ريت نفهمه، مش للخطيبين بس، للأسرة، للأب وللأم والأقارب. سيدنا نبهنا إن الخطوبة مهمة، الخطوبة لازم تكون بقداسة، بفكر نقي، بقلب نقي، وحتى إذا لم يتم الزيجة فيفترق بحب وبود وباحترام وبلياقة، ونحافظ على بعض ونصون بعض، هي دي أخلاقياتنا المسيحية. في حلقتنا، في ختام حلقتنا، بنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا مرتيروس، الله يخليك سيدي. أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، ورئيس لجنة المصنفات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. نشكرك جدا يا سيدنا على سعة نعم صدرك نعم وعلى وقتك وعلى الكلام الثمين والنصائح الهامة اللي بالتوفيق أخذناها من يافتك. شكرا ليك يا سيدنا. نعم بنشكركم توفيق أحبائنا، ونلقاكم في حلقة نعم قادمة من برنامجكم شخصية وموقف.